هذا لا يغير. الرئيس ليس من حقه الدستوري أن يحل البرلمان. البرلمان التونسي لا يمكن حله إطلاقا بشكل مطلق إلا في حالة واحدة، عندما يعجز للمرة الثانية عن إنتاج حكومة، عن تزكية الحكومة، وإلا ما ثمش صورة أخرى من تجيز حل البرلمان. ولكن كل حال الشعب التونسي والدولة التونسية متمسكة بدستور البلاد، ورفض وهذا القرار الذي اتخذه الرئيس بحل المؤسسة، المؤسسة التشريعية، هو امتداد لقراراته منذ 25/7 التي رفضناها واعتبرناها انقلابا. هذا استكمال للانقلاب يعني.